صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة القصة المرة هذه طريفة، والبطلين فيها هم موسيقار محمد عبد الوهاب والفنانة أسمهان. عبد الوهاب بيقول حرفيا عن هالقصة إنه أسمهان هي كانت حتموتني، طبعا بدون ما تقصد. وهي عن أسمهان عبد الوهاب بيقول هي سبب عقدتي تجاه البحر والمية حتى البانيو. والقصة إنه كانوا في رحلة مجموعة من الصديقات والأصدقاء، من ضمنهم عبد الوهاب وأسمهان، كانوا رحلة إلى راس البر في مصر، ونزلوا على البحر طبعا كسباحة في البحر. وقتها بيقول عبد الوهاب كان شعري طويل قوي، وإجت أسمهان عم تحاول تهزر، هذا الكلمة طبعا عند أخواننا المصاروي، تهزر في الوقت اللي كانت صعب يتهزر فيه، ونحن بحمام وتعرفني أنا المي العميقة بتخوفني. ووقتها تفاجأت فيها لأسمهان إنه كمشت لي شعري طويل وغطست لي راسي بقوة رهيبة تحت المي. بيقول حاولت المستحيل إني أطلع من تحت المي، وما قدرتش يعني ما قدرتش تفلفص من كتر ما كان الشد قاسي، وعم بحاول طلع راسي أكثر من نص دقيقة لحتى لقيت نفسي إني عم بموت، حقيقة عم بموت. بعدين ما شفتش حالي إلا دفعها بقوة لأسمهان عني وطلعت، راسي صار فوق المي وقدرت اتنفس بصعوبة واخذت نفسي من جديد وارتميت. ارموني، شالوني، سحبوني، نيموني على الرمل طبعا من رفقة مجموعة، واخذوا يعملوا لي تنفس اصطناعي. في هالوقت هذا كانت أسمهان وكأنها كانت ندمانة على اللي عملته، كانت عم تعيط، كانت عم تبكي، وعساس انه مش مقصودي منها لا من قريب ولا من بعيد. انا قلت لها، هذا كلام عبد الوهاب بخفة الروح، قلت لها يلا الحمد لله اللي جيت محمد عبد الوهاب، يعني كنت كانت هذه الصورة كانت رح تصير لو لا سمح الله صار شيء، كنت حاجي لهنا محمد عبد الوهاب وحطلع من هنا المرحوم محمد عبد الوهاب. هيدي الطرفة الجميلة حبيت قلت لكم اياها، لانه دائما دائما هالحكايات والقصص اللي بتجمع الكبار اللي عايشوا معنا بالخيال وبالفكر، من فريد لعبد الوهاب لأسمهان لأم كلثوم لعبد الحليم لوديع لفيروز وصباح لكل هالكبار في العالم العربي اللي هيك جزء من ذاكرتنا الرائعة الجميلة الخيالية في بحر الفن. وهون كان بحر حقيقي وكاد أن يفقد روحه محمد عبد الوهاب فيها. شكرا جزيلا ويعطيكم الف عافيه.